الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، القائل في محكم التنزيل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه الشريف: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. السادة الوزراء والسفراء والعلماء والقراء، الحضور الكريم، يسرني أن أرحب بحضراتكم جميعا في مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بعاصمتنا الإدارية الجديدة، وأن أبلغ حضراتكم جميعا تحياتي معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي شرفني بالإنابة عن سيادته في افتتاح هذه المسابقة. وأؤكد أن حضوركم هذا يأتي إكراما لأهل القرآن، وهو من تعظيم شعائر الله، فإكرام أهل القرآن من تعظيم شعائر الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا ذلك. وبعد، فأبدأ حديثي بثلاث رسائل يشرفني أن أتوجه بها إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله. الرسالة الأولى هي تهنئة سيادته وتهنئة المصريين جميعا بفوز سيادته بولاية رئاسية جديدة، حيث قال المصريون في نسبة تصويت تاريخية غير مسبوقة: نعم للقائد، نعم لاستكمال الإنجازات والتي تقف هذه العاصمة الإدارية الجديدة التي نحن في القلب منها اليوم شاهدة على جانب من عظمتها. نعم للحفاظ على أمننا القومي وأمننا العربي في ظل التحديات الراهنة، سائلين الله عز وجل أن يعين سيادته وأن يوفقه وأن يسدد خطاه. الرسالة الثانية هي شكر سيادته على تفضله برعاية هذه المسابقة وتوجيهه بإكرام أهل القرآن وحسن مكافأتهم، وحرص سيادته على تكريمهم حفاظا وشيوخا في تقليد مصري وإيماني عظيم في احتفال الدولة المصرية بليلة القدر من كل عام. ووجه سيادته دائما بتحسين جوائز هذه المسابقة وغيرها من المسابقات القرآنية، حتى بلغت جوائز هذه المسابقة وحدها أكثر من 8 ملايين جنيه، الجائزة الأولى للفائز الأول في الفرع الأول إن شاء الله 1,000,000 جنيه. الرسالة الثالثة هي شكر سيادته على توجيهه بإقامة المسابقة بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي. تلك الدار التي تعد أيقونة شكلا ومضمونا في خدمة القرآن الكريم، والتي ستقام بها فعاليات هذه المسابقة على مدار 5 أيام بإذن الله تعالى. وبهذه المناسبة العظيمة يسعدني ويشرفني أن أعرض لسيادتكم بعض الحقائق عن جهود وزارة الأوقاف المصرية في خدمة القرآن وأهل القرآن.
فقد أقامت الوزارة 30 مركزا لإعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم، فضلا عن إنشاء واعتماد أكثر من 3380 مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم. وخلال عام 2023 الجاري فقط عقدت الوزارة أكثر من 219,000 مقرأة، تم عقدها هذا العام للأئمة والواعظات والجمهور وفي المساجد الكبرى. كما عقدت أكثر من 1,100 حلقة تحفيظ وأكثر من 6,000 حلقة تحفيظ عن بعد، وأطلقت أحدث وأهم برنامج في تاريخها في خدمة القرآن، وهو ختم القرآن الكريم تباعا في المساجد الكبرى بنظام المصحف المعلم، يقرأ الإمام ربع حزب بعد صلاة العشاء ويردد الحاضرون، فإذا ما انتهى من ختم القرآن أعاد ختمه مرة أخرى. وقد بلغت المساجد المشاركة في أول شهر لإطلاق المسابقة أكثر من 570 مسجدا على مستوى الجمهورية وفي جميع محافظاتها، ونستهدف في الربع الأول من العام المقبل إن شاء الله أن نصل إلى 1,000 مسجد تواظب على ختم القرآن الكريم تباعا. كما أطلقنا مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم، والتي ستقام فعالياتها في عطلة نصف العام في 5,000 مسجد، فضلا عن أكثر من 20,000 مسجد تشارك في البرنامج التثقيفي للأطفال، سواء في حفظ القرآن أم في تعليم تلاوته أم في القيم والأخلاق العامة أم في تعليم أصول الدين السمح. وفي مجال التفسير والدراسات القرآنية أصدرت الأوقاف المصرية 4 ترجمات جديدة لمعاني القرآن الكريم، ليبلغ إجمالي ترجمات معانيه بالأوقاف المصرية 11 ترجمة، فضلا عن إصداراتها الحديثة في علم التجويد للناشئة ولغيرهم، وهذا أحدث إصدار المختصر المفيد في علم التجويد. وفي مجال علوم القرآن عمدت الوزارة إلى تيسير العلوم، سواء في مصطلح علوم القرآن أم في علوم الحديث أم في مختلف العلوم، تيسير العلوم، وأخرجت هذا الكتاب لاثنين من أكبر علماء التفسير دراسات في علوم القرآن. ثم كان المشروع الأهم والأحدث في تاريخ الوزارة، حيث تعكف الوزارة الآن مع علماء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على إصدار أول تفسير مقاصدي يعنى بمقاصد سور القرآن، وقد صدر الجزء الأول منه، وبدأنا بالجزء 30 لأننا ننوي تدريسه في عطلة نصف العام للناشئة. كان كتاب المنتخب الذي يطبع الآن في طبعته 29 يلقى رواجا كبيرا، لكننا أضفنا إليه ما صح من أسباب النزول ومقاصد السور، يقرأ التلميذ مقاصد سورة النبأ، مقاصد سورة الكوثر، مقاصد سورة العاديات، مقاصد سورة العلق، ليفهم المعنى الإجمالي ولماذا نزل القرآن والهدف والغاية من كل سورة من سور القرآن. صدر الجزء الأول والجزء الثاني قيد الإصدار خلال أسبوع أو أسبوعين، ويقوم الباحثون الآن بالجزء الثالث من التفسير المقاصدي للقرآن الكريم. أما عن هذه المسابقة فتضم 6 فروع على النحو التالي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء، وله 3 جوائز قيمتها 1,750,000 جنيه، الجائزة الأولى 1,000,000 جنيه، الثانية 1/2 مليون جنيه، الثالثة 250,000 جنيه. الفرع الثاني
حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، وله 4 جوائز قيمتها 1,350,000 جنيه. الفرع الثالث للناشئة، ونشجع الأطفال تحت سن 12 عاما حفظ القرآن مع فهم معانيه وتفسير سورة يوسف عليه السلام، وله 5 جوائز قيمتها 1,150,000 جنيه. والجائزة الأولى للأطفال، لطفل ربما يكون في الصف الأول أو الثاني الابتدائي أو قبل حتى الابتدائي، 400,000 جنيه الجائزة الأولى، مع تكريم إن شاء الله من سيادة الرئيس حفظه الله في ليلة القدر لجميع أوائل الفائزين. الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وله جائزتان قيمتهما 700,000 جنيه. أما الفرع الرابع فهو مخصص لذوي الهمم، وهذه آية من آيات الله عز وجل. أخبروني في إحدى المسابقات التمهيدية بأن يعني طالبا أو مشاركا من المشاركين من ذوي الهمم والقدرات الراقية العظيمة ممن يعانون من مرض التوحد، يحفظ القرآن الكريم بأرقام آياته وأرقام صفحاته حفظا عن ظهر قلب. فدعوته إلى مكتبي، هو ربما إن سألته عن اسمه وأسرته لا يكاد يجيب، لكن لم أسأله في آية واحدة، لم يخطئ في موضع واحد، لا في حفظ الآية ولا في موضعها ولا في صفحتها ولا في آيتها. وهذا من منطلق قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما سنرى في فرع غير الناطقين بالعربية، ربما لا يكاد بعضهم يجيبك عن جملة أو جملتين، لكنه يتقن القرآن حفظا وأداء وصوتا، وهذا من بركة القرآن وإكرام الله لأهل القرآن ومن يعنون بالقرآن الكريم. واهتممنا بهذا الفرع، فرع ذوي الهمم، فجعلنا له أكبر الجوائز 1.5 مليون لذوي الهمم، 5 جوائز الفرع الخامس. أما الفرع السادس فهو خاص جدا للأسر القرآنية. تقدم لنا هذا العام 51 أسرة من حفظة كتاب الله، وظلت المنافسة قوية، ويمكن أن يراجع أحد أو هم بينكم اسألوهم عن مستوى الامتحانات. من شدة المنافسة ظللنا نرفع مستوى الامتحان حتى جاء الامتحان كله تحديا، يقول سبحانه: أفرأيتم حيث جاءت، اكتبها مرتبة واكتب آيتين بعد كل موضع. مثلا يقول سبحانه: وإذ قال، حيث جاءت اكتبها مرتبة واكتب 3 آيات. والفرق بين الأسرة والأسرة كسر من الدرجة. ولذا أعجبني فضيلة الشيخ تقي المحكم الأردني عندما أكد أن الفوارق هنا تكون ب10 درجة أو ربع درجة، لأننا ارتقينا بمستوى المتسابقين إلى درجات من الإتقان لا يزايد عليها بفضل الله عز وجل. وسيشارك في هذه المسابقة 5 أسر، ويشترط أن يكون في الأسرة 3 على الأقل من أفرادها من المتقنين حفظا وتلاوة وأداء من كبار الحفظة، لأن أسئلة كبار الحفظة أسئلة غاية في الدقة، تجمع بين المتشابهات مع تفسير القرآن وفهم معانيه ومقاصده العامة لهذه الأسر. وأنا أعد والله كل من سيشارك في هذه المسابقة هو من الفائزين، لأن المنافسة عالية جدا. لهذا الفرع 4 جوائز قيمتها 1,400,000 جنيه، مع ملاحظة أن هذه المسابقة لم تعنى فقط بحفظ القرآن الكريم، ولم نعنى في الوزارة بمجرد الحفظ، إنما نعنى بفهمه وحفظه وتفسيره. فهناك للأسف من الجماعات الضالة المتطرفة
من يقتل باسم القرآن ويفسق ويبدع ويخرج الناس من الآن دون فهم أو وعي. فكانت العناية بفهم القرآن وتفسيره وأحكامه لا تقل شأنا عندنا من العناية بحفظه وتجويده وحسن أدائه. وقد بلغ إجمالي المشركين هنا في التصفيات النهائية من عدة آلاف كانت في التصفيات الأولية، بلغ إجمالي المشركين في التصفيات النهائية أكثر من 100 متسابق من 65 دولة مع محكمين من 9 دول. وسنقوم بإذن الله تعالى عقب جلسة الافتتاح هذه بجولة في دار القرآن الكريم، ثم نصلي الظهر هنا بمسجد مصر، ثم تبدأ الجلسة الأولى. قلنا جلسة في الافتتاح لأن جلسة الافتتاح جلسة واحدة فهي واحدة، أما جلسة المسابقة فهي جلسات متتابعة فهي جلسة. وسنقوم بإذن الله تعالى عقب جلسة الافتتاح هذه بجولة في دار القرآن الكريم، ثم نصلي الظهر هنا معا بإذن الله تعالى بمسجد مصر المبارك، ثم تبدأ الجلسة الأولى من المسابقة عقب صلاة الظهر بإذن الله تعالى. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لخدمة القرآن وأهل القرآن، وأن يكتب لنا ولكم السداد والتوفيق، وأن يحفظ مصر وأهلها وبلاد الحاضرين جميعا من كل سوء ومكروه، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء همنا وغمنا، وأن يجعله شفيعنا وشاهدا لنا يوم أن نلقى الله، كما نسأله أن يجعل هذه الجلسة أو الجلسة شاهدة لنا وفي ميزان حسناتكم جميعا. أسأل الله أن يجزي رئيسنا ومصرنا وكل من أسهم في هذه المسابقة بحضور أو جهد أو تحكيم أو ترشيح أو منافسة خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.